بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن عمليات الاحتيال، خصوصا الفيديوهات. طبعا جميعنا يعني عرضة لرسائل مزيفة أو مثلا سكام وأساليب الاحتيال مختلفة، وما دمنا نستخدم الإنترنت، لأنه من الوارد جدا أنك مثلا تجد رسالة مفخخة مثلا في بريدك الإلكتروني، أو رسالة مثلا على أحد حسابات التواصل الاجتماعي، أو فيديو احتيالي، ومن ذلك مثلا التعليقات العشوائية اللي تجدها مثلا في منشورات الفيسبوك أو مجموعات الواتساب والتليجرام، أو حتى مقاطع الفيديو أو الفيديوهات اللي عادة ما تكون مغرية، حتى أنها تحث الأشخاص الذين لا يعلمون أن هذه الفيديوهات هي أصلا فيديوهات مزيفة وفيديوهات احتيالية. طبعا اللي يهمنا في هذا الموضوع هو فيديوهات عمليات الاحتيال اللي تستغل حقيقة المعالم المحلية في الدول والمناطق المستهدفة، حتى أنها تعظم تأثير عمليات الاحتيال، وتستهدف هذه الإعلانات الاحتيالية المواطنين وتعدهم دائما بعوائد مضمونة على استثماراتهم، بدءا من استخدام أسماء بنوك محلية وعالمية وصولا إلى شركات عملاقة عالمية مثل سامسونج. ومن أجل التمييز بين الحقيقة والوهم، يعني حقيقة يتطلب الأمر مهارة وتعود، ومشكلة الأشخاص العاديين أنهم يعني معلقون بين مطرقة وسندان، فإذا لم يحتاطون حقيقة سوف يكونون أكثر عرضة للاختراق وعمليات الاحتيال. وفي المجمل لا يمكن لأحد أن يستخدم الإنترنت بدون الضغط على روابط، وهنا المشكلة. رح نبدأ بأول مثال حقيقي، وهو عبارة عن مثال يستفيد من المعالم المشهورة في بلد المملكة العربية السعودية، وخصوصا ولي العهد ربي يحفظه ويبارك في عمره. نبدأ مع أول فيديو، أبغاك تركز معي. سمو ولي العهد يدشن برنامج تعزيز الشراكة بين هيئة الاستثمارات وشركة ميراك العربية للأوراق المالية. لاحظ هنا أنه أخذ مقطع من فيديو لأخبار العربية، وأخذ المقدمة من فيديو لقناة الإخبارية، تمام، وأضاف اسم ولي العهد أو أضاف معلم وطني، تمام، حتى أنه يجعل الفيديو أكثر مصداقية للأشخاص اللي مو فاهمين في عملية السوشيال انجينير أو الهندسة الاجتماعية. السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم مشاهدينا الكرام، هذه نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية، أبدأها بأهم العناوين. أهلا بكم، بسم الله. لاحظ أنه أخذ مقطع بسيط من قناة الإخبارية، وبعدين أضافوا له المقطع تبعهم اللي هو دحين راح نسمعه. يقول لك هنا سمو ولي العهد يدشن برنامج تعزيز الشراكة بين هيئة الاستثمار وشركة ميراك العالمية، هذه الشركة غير موجودة نهائيا. لكن خلينا نسمع إيش راح يقول هذا المحتال. محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برنامج تعزيز الشراكة بين هيئة الاستثمارات وشركة ميراك السعودية للأوراق المالية بهدف تعزيز دخل المواطن السعودي. لقد على السمو وثائق الاجتماع الافتراضي الذي ترأسه السمو بحضور. يعني أنت كمستخدم عادي لما تشوف هذا الفيديو تقول اي والله صح، معناته ولي العهد يعني شارك في هذه الشركه، وهذه الشركه معتمده، ويعني اضافوا وربطوا معالم يعني موجوده في هذا البلد بحيث انهم يجعلون الفيديو حقيقي ومصداقيه. خلينا الان نشوف من هو اللي سوى هذا الاعلان، تمام، ونشوف الطريقه اللي هم يقدرون يستفيدون منها، بالتالي يعني ينصبون على هذول الاشخاص. لو نلاحظ عندنا هنا الإعلان، فرصة استثمارية لجميع المواطنين وكيف تستثمر راتبك لتعيش غنيا. لاحظ راح نشوف من هو اللي سوى هذا الإعلان، راح نلقى أن البلد أو الشخص اللي سوى الإعلان هو مارتن بنشار التركي لوجيستيك أنيمون، على أساس أنها شركة مثلا، والموقع فين؟ الموقع في تركيا. يعني أنت كمستخدم عادي مفروض أنك يعني توقف هنا لحظة وتقول لحظة، طيب هذه شركة سعودية، المفروض انها يكون الاعلام من السعوديه، تمام، فبالتالي حتى انك تضيف مصداقيه على الحاجه اللي انت تبغى تطلعها. لكن هنا النقطه اللي ما حد ينتبه لها، وهو موقع الاعلان. لو نلاحظ انه موقع الاعلان هنا في تركيا، وراح نتطرق لفيديو اخر عن تركيا بخصوص هذا الموضوع. الان خلينا نشوف، نضغط على الرابط اللي هو موجود، تمام، السكامر اللي راح يصير اول ما يفتح الرابط، لو تلاحظ انه يبغون هذه الحاجه، تبغون اسمك الكامل، رقم الجوال، العمر، الوظيفه، تمام، واسم الشركة ميراك، وكاتب لك هنا في العنوان الرؤية العربية علشان الموقع يتشابه مع قناة العربية، تمام، وبعدين هنا يقول لك ادخل معلوماتك، وهم بعدين يتصلون عليك ويبدون يطبقون عليك السوشيال انجينير أو الهندسة الاجتماعية، حتى انهم يسحبون منك اللي يبغونه. هذا كان الفيديو الأول، تمام. في فيديو ثاني، وهو فيديو لشركة ثانية، ولكن طريقة احتيالها هذه مرة متقدمة. دول الشركة يدعون أنهم يسترجعون أموالك، خلينا نشوفهم مع بعض. ركز معايا، هذا هو الإعلان، قم بتقديم
خلنا نرجع بس. هنا يقول لك قم بتقديم بلاغ واسترجع حقك من أي فرد أو شركة. يعني ما شاء الله هذه الشركة قادرة أنها توصل كل حاجة. طيب حلو كلام سليم، خلنا نكمل. السلام عليكم، هل تعرضت لعملية نصب واحتيال؟ لاحظ في الصوت، هنا الصوت يحاول أنه يقلد اللهجة الخليجية، وهذه تراها فن من فنون الهندسة الاجتماعية. كامل أموالك أياً كانت قضيتك، استرجع أموالك كاملة من أي جهة في العالم بقوة القانون المضمونة. كل ما عليك تقديم البلاغ في الموقع واترك تفاصيلك للتواصل معك، وعلاوة على ذلك هذه الخدمة مجانية لاحظ هنا في محاولة لأنه يحاول أنه يقلد اللهجة الخليجية، تمام؟ هذا كان الفيديو الثاني. في فيديو ثالث خلينا نركز معه مرة ثانية. لاحظ هذه هي نفسها الفيديو الأول اللي احنا طلعناه ولكن غيروها. هنا قال لك الشركة المفضلة للمستثمرين، وخلونا نركز ونشوف هذا الإعلام من فين طالع. نفس الطريقة والمنهجية والميثولوجي اللي استخدموها في الفيديو الأول استخدموها في الفيديو الثاني. لاحظ شوف من فين مصدر الإعلان، اسمه اللي أعلن اسمه ألكسندر ترازنكوف، والموقع فين؟ موقع أوكرانيا. وهذه يعني نقطة ممكن تخليك توقف. لاحظ طبعا هذه الفيديوهات كلها موجودة فين؟ في اليوتيوب. طبعا توجد أعداد كبيرة من مقاطع الفيديو اللي تروج لمنصات استثمار متنوعة، وأحيانا تظهر مقاطع الفيديو هذه تزييفا عميقا لشخصيات معروفة مثل السياسيين والممثلين وقادة الأعمال، وهم دائما يروجون لمخططات استثمارية كبيرة. كما أنها يعني هذه الفيديوهات مصممة بدقة وتتضمن لقطات حقيقية زي ما احنا شفنا لأحداث رسمية زي أخبار زي افتتاحات زي من هذه الأمور ومناسبات عامة. هذا الأمر يضفي على عملية الاحتيال طابع مشروع أو يضفي الشرعية على مخطط الاحتيال. القسم الثاني وهو هذا المقطع، واعتقد ان كثير من الاخوه والاخوات قد شافوه، اعلان لإيلون ماسك وهو يتكلم عن عملات. وهذا طبعا هذا الفيديو كان يستهدف الناطقين باللغه الروسيه ويروج لمنصه استثماريه تحمل اسم تسلا اكس، وطبعا كان يدعي ان المنصه عباره عن مشروع جانبي تابع للملياردير إيلون ماسك لتطوير تقنيه السيارات ذاتيه القياده. طبعا في فيديو اخر باللغة التركية يظهر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يروج لمنصة استثمارية المفترض أنها يعني تتيح للمستخدمين تحقيق أرباح كبيرة من خلال مثلا استثمار 5000 ليرة تركية فقط في أسهم شركة تسمى بوتاس، وهي شركة أنابيب نفط وغاز طبيعية مملوكة للدولة. هذه جزء بس بسيط من الأمثلة، وأعتقد أنه كثيرين من الأخوة والأخوات شافوها على الإنترنت. لكن اللي راح نشوفه الآن وهو عملية متطورة متقدمة، تمام؟ أبغاك تركز معايا فيها. فيديو مزور بتقنية الديفك أو التزييف العميق، تمام؟ راح نركز مع بعض ونشوف الفرق بين الفيديو الحقيقي ونشوف مثلا لغة الجسد وكيف يتكلم، ونشوف مثلا الفيديو الاحتيالي. هذا الفيديو فيديو احتيالي، تمام؟ حاول انه يختص بعملة سولانا، عملة سولانا وهي من العملات الرقمية، وهنا اخذ مقطع سابق من رئيس او مؤسس عملة سولانا، تمام؟ وحاول انه يضيف عليه بعض المؤثرات او بعض الكلام من عنده طبعا بذكاء صناعي، واضاف باركود صغير يبغى المشاهدين ايش يسوون، يبغى المشاهدين يصورون هذا الباركود فبالتالي يحولهم لصفحة او موقع احتيال مرة ثانية ويسرق الاموال حقهم. ابغاك تركز بس في الصوت ومعذرة لانه في صدى لانه سجلته بالجوال. Pauly Yakovenko, the CEO of Solana. Today marks a historic day for us at Solana and for every SOL holder around the globe. In light of these remarkable milestones, and to show our gratitude to the SOL community for your unwavering support, we are excited to announce the Solana's giveaway. Here's how you can enter the... لاحظ هنا يقول لك احنا في منصة سولانا احنا راح نبغى نعطي giveaway مثلا او هدية مجانية او هدية مالية لأي شخص يسوي سكان على هذا الصورة، تمام؟ يعني انت كمستخدم عادي يعني حطها بعقلك، من هو راح يعطيك عمله مجانيه رقميه مجانيه بهذه البساطه فقط علشان انك تسوي شو اسمه سكان؟ العملات الرقميه هذه تكلف مئات الالاف من الدولارات، تكلف طاقه، تكلف كهرباء، وهذا غير الضريبه. بالله من هو راح يعطيك عمله مجانيه؟ لكن خلينا نكمل مع بعض ونشوف لانه ابغاك تركز بس. لاحظ هنا قال لك امسح السكينر او الكيو ار اللي موجود في الفيديو. هنا يقول لك راح يحولك على طول لموقع وبالتالي انت تحصل منه الحاجه اللي انت تبغاها. This giveaway is our way of giving back to the community that has stood by us, believed in our vision, and held soul through thick and thin.
We are here because of you, and we want to ensure that you share in our success. Thank you for being a part of this journey, and here's to many more milestones together. لاحظ عندك التزييف العميق. طيب خلينا نشوف الفيديو الحقيقي لهذه الشخصية وهي تتكلم في الواقع. What is your response to people who criticize Solana for being a BC coin, BC network? Solana is known for requiring specialized hardware and being expensive to run a node. Has that changed? Another concern by the community is that Solana is set for the Solana Foundation for kind of the Solana ecosystem. And it's mostly developers and kind of... لاحظ التزييف العميق لأي قدر وصل. يعني حاول انه يقلدها, حاول انه يقلده بشكل جدا يعني مثير للغايه. لاحظ the CEO of Solana. Today marks a historic day for us at Solana and for every Sol holder around the globe. لا حول ولا قوة. شوف I think some venture firms and stuff they all come together. لاحظ كيف holder around the globe. In light of these remarkable milestones, and to show our gratitude. لاحظ كيف التزييف. Other they show off their products or tech. نغمة الصوت بالضبط نفسها, لكن اللهم إن فيها تأخير. ولو تحاول إنك تربط الكلمات اللي طالعة من حركة الشفاه ومع حركة الوجه, لو تلاحظ إنه المفروض في الفيديو هذا السابق اللي هو هذا فيديو عملية الاحتيال, إنه المفروض يواجه الكاميرا ويتكلم, يعني المفروض إنه يواجه الكاميرا وتحس إن الكلمات اللي طالعة تمام تتفق مع الغرض المرجو من الفيديو, لكن لو تلاحظ في فرق كبير. Today marks a historic day for us at Solana and for every Sol holder around the globe. In light of these remarkable milestones. طبعا التقنية اللي استخدموها للديب فيك مثلا أو تزوير الفيديو هو كان إيشو, كان مركز على حركة الشفاه ومع الكلام, يعني توليد الكلام. خلينا نرجع للفيديو الأصلي ونشوف. لاحظ هنا حركاته لما يتكلم, ولاحظ هنا حركات وجهه وحركات عيونه كيف تتحرك. بتلاحظ إنه في فرق صح؟ طبعا عملية الاحتيال في حد ذاتها ما تعتبر يعني تحدي جديدا, لكن استخدام مقاطع فيديو مولدة بالتزييف العميق لقادة عالميين وأشخاص مشهورين ونشر التقارير الإخبارية المزيفة بلغات مختلفة وانتشار الحملات الإعلانية على نطاق واسع, هذا الأمر مثل تحول ملحوظ في الاستراتيجيات الاحتيالية, لأنه يعد استغلال تقنيات مثل هذه, تقنيات التزييف العميق لشخصيات معروفة على هذا النحو, هذا الأمر يعتبر تطور فريد ومثير للقلق. يعني لابد أنك تتعامل مع هذه الأمور بحذر مع أي عرض يصلك ويحاول أنه يقول لك تكسب المال مقابل جهد قليل. أولا يا أخواني وأخواتي, لا تثقون بالعروض اللي تجي من إعلانات, وحتى لو كان هذا العرض جيد لدرجة مثلا أنك صعب أنك تصدقه, أكد 100% أنه بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح جدا من السهل على المحتالين أنهم ينشؤون ويزيفون تزييفات وفيديوهات عميقة لإضفاء الشرعية الكاملة على عمليات احتيالهم. دائما وأبدا تحقق من سلامة الروابط قبل النقر عليها, وذلك عن طريق تمرير مؤشر الماوس فوقها حتى أنك تعينها دون نقر عليها, واحذر من وجود الأخطاء الإملائية وغيرها من المخالفات غير العادية. عليك دائما التزام الحذر في جميع المواقف, وأنك تتعامل مع الروابط والمرفقات في أي رسالة بحذر, حتى لو لم تكن هذه الرسالة شكلها شكل خبيث, لأنك حتى لو استلمت رسالة نصية أو بريد إلكتروني من أفضل أصدقائك ممكن قد يكون أحد حساباتهم معرضة للاختراق. يعني في بعض الأحيان قد تبدو مثلا رسائل البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية حقيقية أو شرعية غير احتيالية, لكن هذا الأمر يعتمد حقيقة على مهارة وإتقان المجرمين السبرانيين لعملهم, لأنه من المرجح أن تكون الروابط أو أغلبية الروابط هي الهايبر لينكس أو الروابط التشعبية في الرسائل الاحتيالية غير الصحيحة, لأنها غالبا تحتوي على أخطاء إملائية أو مثلا تعيد توجيهك إلى موقع مختلف. طبعا قبل ما ننهي الفيديو, في فيديو حقيقي وهو توثيق لمكالمة هاتفية احتيالية كانت ضحية تبحث عن وظيفة ووجدت هذا الإعلان وقدمت معلوماتها. مين معي لو سمحت؟ صحيح طيب هذا الفيديو راح احطه في اول تعليق وراح احطه في صندوق الوصف حتى انكم تتوعون وتنشرونه وتضيفون كثير من الوعي لاخوانكم واحبائكم. يعني انا كنت والله العظيم متردد اني اسوي فيديو من هذا النوع,
لأنه أنا خايف بكرة وبعد حقوق الملكية وكذا وزي كذا، وخايف في نفس الوقت أن القناة تتعرض لبعض المشاكل. لكن يعني من باب أنه لا بد أني أنا أوجه أخواني وأخواتي لمثل هذه الأمور الاحتيالية اللي حقيقة دمرت ناس كثيرين وما زالت مستمرة وما زالت في استمرار. إذا إحنا ما كنا يعني أشخاص واعين واستخدمنا التقنية بشكل سليم، لأنه يا أخوان ويا أخواتي ما حد يعطيك فلوس بلاش. يا كم قد سمعنا عن قضايا نصب احتيال في مصر، كم من آلاف راحن أموالهم باطل، كم من آلاف راحن أموالهم في السعودية، كم من الإمارات، في الأردن، في الجزائر، في المغرب، يعني وهلم جر. يعني مفروض زي هذه الأمور كلها خلاص احنا يعني نعي فيها ونحاول نتصدى لها بأي طريقة. وأي مستخدم من مستخدم تقنية لابد أنه يفهم ولو جزء بسيط من الهندسة الاجتماعية أو السوشيال انجينير، أنه ما في عملية احتيال تتم في العالم إلا عن طريق هندسة اجتماعية، وما في عملية اختراق تتم في العالم كله إلا عن طريق هندسة اجتماعية. ختاما ونهاية، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. حفظنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.